السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في تلفزيون الكويت وعبر الرياضية دائما نرحب بكم في برنامج قصة إنجاز هذا البرنامج الذي يسعى دائما أن يسلط الضوء على الشباب المنجزين وأيضا يتحدث عن مسيرتهم الرياضية وبصمتهم في رياضتهم التي يمارسونها ضيف طيب اليوم هو الحارس فيصل تيمي وحارس نادي اليرموك حياك الله فيصل أحييك حييك في هذا الاستديو فيصل أبدأ وياك في البداية مش نشأتك الرياضية النشأة اللي انطلقت فيها قبل ان تبدا مع النادي كحارس مرمى لكره قدم؟ والله بدايتي كانت مع الوالد دكتور حسين بشيمي الوالد كان حارس نادي القادسيه ونادي أرموك منتخب الكويت فكنت دائما احضر وياه التمارين احضر مباريات فكنت بدايتي كنت مشجع لرياضه كره القدم بعدها رحت احنا امريكا مع الوالد لاستكمال دراسته فبعدها لما ردينا اول مرّة ردينا قلت حق الوالد ابي اكون حارس مرمى فبدايتي كانت في نادي القادسيه لكن ما حلفني الحظ ان اتسجل في نادي القادسيه فبعدها رحت نادي يرموك وتسجلت في نادي يرموك. متى كان متى متى بديت في الرياضه قبل قبل تبدا في التسجيل في النادي؟ شوف يعني بدايتي يعني كنت مع الوالد قلت لك كنت مع الوالد دائما بس واحنا بامريكا بعد كنت حارس السكن اللي كنا ساكنين فيه في ولايه مينيسوتا وكنت بعد حارس مرمى في المدرسه في امريكا آه فهنقول من 2001 من 2001 كان وقت عمرك آه يعني كنت آه 11 12 سنه 12 سنه 12 سنه 12 سنه فهني انطلقت فيها زين ليش اخترت تكون حارس يعني؟ يعني كقدوه للوالد ولا انت حابها ولا والله شوف حراسه المرمى مثل في جمله يقولونها ان حارس المرمى يكون نص الفريق فاذا الحارس ما توفق الفريق يخسر فحبيت هذه ال ال الجمله يعني حسيت فيها فيها مسؤوليه يعني اي اي فيها مسؤوليه يعني في كله بيعتمد عليك ايوه فهالشيء حلو بالعي وشفت هالشيء من الوالد يعني ايه فشفت شلون اللاعبين يعتمدون عليه المدربين شلون يكلمونه فهذا من الامور اللي خلتني احب حراسه المرمى جربت قبل كره القدم رياضات ثانيه؟ والله العب العب سله العب ايه حتى في امريكا الامريكيه جربت كل انواع الرياضه ايه بس ايه اه بالذات حبيت حراسة المرمى وكرة القدم يعني يعني انت ما تعطلت انت اذا اذا يبون سلة موجود في موجود موجود تبي طيارة موجود <applause> الطول الطول <الترتيك> موجود. <applause> الطول موجود الطول خادم في الرياضات ال إيه. ايوه فبديت مع مع ال... مع اليرموك اي نعم وقعت وياه مع مع اليرموك نعم انطلاقتك مع نادي اليرموك شلون كان المنافسة مع زملائك في الحراسة خلينا نتكلم في موقع الحراسة وايضا المدربين اللي كانوا معك من كادر تدريب والله أمانة مروا علي مدربين كثير يعني مثل الكابتن أحمد دشتي، كابتن طلال دشتي مدربين واحد مدرب اسباني، فبدايتي كانت مع أذكر الحارس علي،, علي، علي أحمد كان هذا كان منافسي بالمراحل السنية، بعدها الحمد لله لعبت مع يعني كابتن علي بعدها آه لم في سن صعدت فريق اول كان عمري 18 سنه مع نادي يرموك أه انتقلت من نادي يرموك لنادي كاظمه اعاره لمده موسم ونص فرحت كاظمه بعدها رديت نادي يرموك أه حققت مع نادي كاظمه اذكر ثالث الدوري كان تحت فريق تحت 21 سنه ثالث الدوري وثالث الكاس مصف. مع نادي كاظمه وبعدها رديت نادي يرموك أه مروا علي حراس كثير مروا علي اني يعني لما رديت من كاظمه كان معي حارس شاب كوني صالح مهدي علي عيسى احمد الفضلي فمروا علي حراس كثير فاستفدت منهم كثير مثل ما استفدت من مدربين الحراس المرمى استفدت من الحراس لهم ثقل في حراس فكان, ف... حراس فكان, فكان ايضا زملائك الحراس كانوا ايضا لهم توجيهات اكيد فقلبي. اكيد يعني مثل حارس شاب كوني منو ما يروح شاب كوني ابو احمد فيعني كان حتى لما كنت العب كان يوجهني حتى قبل المباراه بالمباراه بعد المباراه فصراحه من الحراس اللي استفدت كثير كابتن شاب، وكابتن حتى كابتن صالح مهدي. شنو كان ابرز التوجيهات دائما اللي تاخذها من شهاب؟ شوف شهاب كان يتميز بالهدوء مم. يعني كان حارس جدا هادي كان دائما يعني يعطيك ملاحظات مثلا الوقفه متى تطلع كره ارضيه شلون تطلع كره عرضية، التوجيهات مع اللاعبين كان دائما يوجه اللاعبين. مم. فهذه من التوجيهات اللي كنت اخذها من كابتن شاب نكوني جميل المنافسه دائما مع مع زملائك الحراس هل كانت منافسه صعبه اثبات وجودك مع الفريق؟ اكيد شوف اذا اذا تكون منافسه يعني تكون الحراس اللي معاك نفس نفس المستوى تكون منافسه زينه وتفيد الفريق يعني انا لعبت او الحارس الثاني لعب فتكون منافسه زينه وانت من نفسك قسم عليك جد حيلك صح فاذا وياك حارس مثلا لا ثقله ولا اسمه انت جيت حيلك عشان تلعب وتثبت وجودك صحيح فاذا الحارس وياك مثلا ما كان مثلا منافس لك او في فرق بالمستوى لا راح تلعب وانت مرتاح اما م. تكون اذا يكون حارس وياك منافس واذا انت ما تمسكت بمكانك لا فمستواك راح ينزل صحيح المدربين اللي كانوا ايضا مع الكابتن فيصل في مسيرته يعني خلينا نتكلم احنا في المراحل السنيه اينا. اللي ايضا اعطوه يعني بصمه واضحه وكان لهم بصمه واضحه ايضا في مسيرته شوف الأمانة يعني كابتن طلال دشتي وكابتن محمد بو داوود يعني هذا اكثر المدربين اللي يعني ما انساهم صراحه. ليش؟ شوف كابتن طلال دشتي هو من الناس اللي خلاني اروح نادي كاظمه، لان كان أروح وياه بيرموك بعد راح نادي كاظمه فخلاني وياه نادي كاظمه. وكابتن محمد بو داوود هو اللي اسس فيصل تشيمي هو كان حارس مرمى من منتخب الاردن وكان حارس مرمى نادي يرموك فهل المدربين الاثنين بالمراحل السنيه ما انساهم صراحه دائما يقول لك اللاعب في المراحل السنيه اذا اذا تاسس صح م. في مشواره الرياضي يعني في مسيرته الرياضيه راح يبرز اكثر اكيد بس هم في جمله مثلا في لاعب مراحل سنيه في في لاعب يعني في لاعبين مثلا تشوف المراحل السنيه يكونون متميزين لكن من يصل فريق اول يختفي ليش شنو ما ما ادري في وايد لاعبين في وايد لاعبين يعني مره تلقى بمراحل سنيه يكون يعني لاعب متميز ومنتخب و... بس من يوصل فريق اول يمكن ما ما يلتزم لما يوصل فريق اول لان تدري مراحل سنيه الوضع مو التزام مثل الفريق الاول معسكرات تمرين الصبح عصر مرات فممكن هذه الاسباب اللي ما تخلي اللاعب يكمل العاده ممكن يكون انه بسبب الاحتكاك انه ممكن اللاعب مراحل سنيه ما يكون احتكاكه في اللاعبين الفريق الاول بشكل كبير لكن عندما يصعد الفريق الاول ويحتك إياهم يتفاجئ من المستوى اعلى منه. هذا ممكن من الاسباب ممكن في سبب يكون نقول مثل الحاله الاجتماعيه. مثلا الريال لما دو... يكبر دواوين مثلا يتزوج يكمل دراسته برا في في وايد امور يعني تخلي اللاعب ما يكمل لما يصعد فريق اول. جميل. فيصل منك انت ايضا في المحيط الرياضي وايضا في المحيط المحلي في الكويت م. وفي الدوري شلون قاعد تشوف اليوم ايضا اللاعبين يعني اليوم مستقبل اللاعبين في كره القدم يعني خلينا نتكلم بشكل عام في جميع المراكز اذا كان حارس الى مهاجم وراس حربه شوف الأمان، يعني موضوع اخر سنتين موضوع العقود هذه فادت وايد لاعبين فادتنا احنا من بالذات صار في اللاعب صار اللاعب عنده تفرغ رياضي يعني يقدر يركز في رياضه كره القدم وهالشيء فاد وايد باللاعبين يعني يعني راح تكون نقدر نقول ان صارت وظيفته كره القدم ف عقدك عقدك بيدك اللاعب انه يشد حيلة لان اذا ما شد حيله تغيرت ن... المساله الحين اي اي اكيد بس قبل كان الوضع انت لاعب هاوي م. وشبه احتراف جزئي وينزل لك اخر السنه بس حاليا انت عقد بيدك وال وال والمبلغ ينزل لك شهريا فهذا الفرق فان اللاعب أه نقول تعتقد ان اللاعب تغيرت يعني فكرته وثقافته في في الدوري وفي التزامه طبيعي بعد بعد اختلاف الاحتراف طبيعي طبيعي والحمد لله بعد تدري ان منتخب الكويت تاهل بالتصفيات مؤهل لكاس العالم فهذا شيء ايجابي انه بعد ما صار عندنا عقود صار عندنا مثلا تاهلنا ل يعني هاي ثم... هاي ثمرة تقدر اللي... تقول اكيد اكيد أوه. يعني انت من متى مو متاهل كاس اسيا؟ أوه. صار لك صار لك من 2000 2018 يمكن اولها سوري 2015 و يمكن... يمكن اكثر 2015 نعم. قبل الايقاف من قبل الايقاف قبل الايقاف انتهت كاس اسيا اللي باستراليا بعدها انت ما تاهلت فهذه من الاشياء الايجابيه انه صار في عقود حق اللاعبين انه تاهلنا يعني كاس اسيا جميل راح استمر وياك كابتن فيصل ايضا على مشوارك الرياضي مع نادي اليرموك وتنقلاتك ما بين الانديه وتفاصيل اكثر ما بين الحراس وايضا الحارس شنو تجهيزاته واستعداداته دائما لكل مباراه كل هذا راح يكون ان بعد الفاصل مش كلام فاصل ومن ثم لنا عوده خليكم ويانا عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ومرة أخرى راح في الكابتن فيصل الجيمي حياك الله كابتن فيصل. محي. فيصل يمكن اليوم اللاعب كرة القدم مو ثابت في النادي. متى ما تم اكتشاف موهبة جديدة تلقى الجميع يسلط الضوء عليه، الجميع يبي ياخذه، فأكيد في تنقلات كانت معاك يعني في نادي اليرموك ما مع كاظمة من ثم العودة، فكلمني عن التنقلات هذه وأهم التنقلات وشلون كانت تغير لها تغيير ايضا في مسيرتك الرياضيه؟ اوكي أه شوف بدايتي انا اول مره رديت من امريكا كنت حابب أن اكون حارس نادي القادسيه لكن مثل ما قلت لك ان ما حلفني الحظ اني اتسجل في نادي القادسيه صار كانت منافسه في نادي القادسيه لا ما صار ما صار صارت صار امور ان اتسجل ما اتسجل صار وكنت شوي بعد شوي أه كنت فارس شوي شوي, فارش شوي بعد <applause> امريكا ف ما حالفني الحظ إن اسجل في نادي اليرموك في نادي القادسيه فمثل ما قلت لك اذا يعني مو القادسيه اليرموك فما بعد ما سجلت في نادي الخيار كان قدامك عفوا في كابتن فيصل يا القادسيه يرموك فقط ولا كانت في انديه اخرى؟ لا هذه الناديين اللي كنت انا يعني اعرفهم يعني انا تدري كان يرموك يا القادسيه فاذا مو القادسيه اليرموك زين وكان موقع نادي اليرموك احنا ساكنين في في قرن مشرف قريب مني قريب ايه؟ نادي اليرموك أه بعدها أه اذكر أه لما يا درم مطال دشتي في نادي يرموك قاعد ويانا سنه بعد ما راح كاظمه قال لي ما كان تحت فريق 21 كان ما عندهم حراس كان في حارس واحد م. قال ليش ما تجي؟ قلت له والله اذكر لي اخر يوم تسجيل كنت متردد؟ اي كنت نادي نادي جديد تجربة جديدة أول مرة أطلع من النادي يعني. قلت له والله خلاص كان أرجع كان أروح نادي كاظمة، لما رحت نادي كاظمة آه، كانت منافسة حلوة مع حارس أذكر فهد الشطي مه. ولعبت مع نادي كاظمة وكانت يعني من أشياء إيجابية بالنسبة لمسيرتي الرياضية يعني استفدت كثير أنا كنت أصعد مع فريق أول. كنت أصعد مع الحراس حسين كنكوني عبد العزيز كميل فواز الدوسري فهم هذول من الحراس استفدت منهم لما رحنا هذيك كاظمة بعدها بسنه رديت اليرموك لما رديت اليرموك كان موجود شاب كنكوني كان جايبين شاب كنكوني بس ما قعدت قعدت لي شهر 12 بعدين مره ثانيه كلموني هذيك كاظمة فرجعت مره ثانيه مره ثانيه هذيك فهذه الانتقالات اللي كانت موجوده ومن هذيك استفدت لان كانوا لاعبين كثار من المنتخب طال فاضل يوسف ناصر حمد حربي فحتى بالتمرين تحس كانك داش مباراه. نعم، اليوم الاحتكاك مع اللاعبين بهالشكل هذا بالذات اذا كانوا لاعبين على مستوى عالي يعني وفي خبره قاعد تاخذونها شنو شنو العائد لك انت ككابتن فيصل؟ من اي ناحيه؟ من ناحيه تطوير المستوى، يعني انت اليوم لما تحتك مع حراس على مستوى عالي صح ويكون بينكم يعني خلينا نقول يعني محاورات حديث نعم. شنو الفائده من تطوير شلون تطور نفسك بهالامور هذه؟ أنت أكيد أنت لما لما اللي تسويه بالتمرين راح ينعكس عليك في المباراة فهذا الشيء كان وايد إيجابي لنا يعني إذا إذا أنت تسمع الكلام أو يكون منافسة بالتمرين بالتقسيم مع اللاعبين مع المحترفين هذا ينعكس يعني بالمباراه. شو كان وشو كان صعب إنك أنت إنك تثبت وجودك وياهم ولا كان الأمر سهل؟ لا مو ما ماكو شيء سهل بصراحة يعني لما تكون في حراس كبار مثل شاب أو صالح يعني. فلما تاخذ الفرصه تمسك فيها بكثير ما تقدر. طيب الحراس كابتن فيصل وين تشوف موقعهم في في الدوري؟ يعني اليوم خلينا نتكلم عن الحراس المحليين الكويتيين بالذات يمكن الاعلام شويه مغيب عنهم يعني يمكن ايضا الاهتمام اكثر يصير للاعب المهاجم او الوسط اللي يسجل اهداف صحيح هو اللي ياخذ الشو اكثر والحارس اللي يتصدى اللي خلينا نقول لي بلنتيات او لي هجمات خطره يستطيع ان يتصدى لها وانه يفتك هذه الكور، هذا ايضا ياخذ ياخذ ولكن الحراس اللي ايضا خلينا نقول اللي ما زالوا في بدايه مشوارهم الرياضي، شلون قاعد تشوف الاعلام لهم؟ شلون قاعد تشوف ايضا مستقبلهم الرياضي بشكل عام؟ شوف يعني الامانه حاليا يعني في حراس يعني طالعين بالساحه مثل الحارس نادي الكويت سعود الحوشان، م. يعني العام قدم موسم كبير من الحراس اللي لهم مستقبل، الحارس مثلا عبد الرحمن كميل بعد حارس نادي الكويت فهذول الحراس اللي حارس مرمى نادي آه تضامن بعد عجاج يعني هذول الحراس اللي لهم مستقبل صغار بالعمر وبدايه يسلطون يعني الضوء عليهم مثلا حتى تذكر العام كان في جائزه افضل حارس الموسم صح هذه الامور الايجابيه اللي صراحه اللي اللي تشجع اللي, اللي تشجع الحارس انه يحاول يبرز يحاول يؤدي ويكون مثلا بغض النظر عن الاسم اكيد اكيد واقول لك الحاره هذول الحراس اللي لهم مستقبل ان شاء الله مثل سعود الحوشان عبد الرحمن كميل وحارس ابيض واهم حارس عبد الرحمن فضلي حارس نادي السالميه هذول الحراس اللي صغار بالعمر واللي لهم ان شاء الله مستقبل في يمسكون على قولتهم الرايه من بعد الحراس طيب الكابتن كابتن فيصل اليوم الحارس بشكل عام ايش اللي يحتاجه ايضا يعني يوصل مرحلة المنافسه يوصل مرحلة خلينا نقول الاحتراف بشكل كبير شوف انت تدري الحارس المرمى ما يحترف برا الوحيد اللي حراس أيه. مرمى الكويتيين ما يحترفون أيه. برا يعني تشوف أن شيب خادر احترف ان في الامارات يوسف ناصر احترف حراس مرة ما حد ما في حارس مرمى احترف يمكن خادر رشيدي راح نوتنغهام بس هم تسجل و ورجع مرة ورجع ف وهم هذا من الامور ان, ان تشوف ان الحارس مظلوم بالكويت بالذات انه ما يقدر يحترف او ما في حارس احترف برا الكويت ليش شنو السبب؟ هل هل لان المستوى مش مستوى يوصل مرحله ان انا ممكن اكون يعني مقتنع فيه؟ لا بالعكس يعني مثلا اذكر المسنين سليمان عبد الغفور يا العروض في الدوري السعودي بس ما ادري للامانه ما ادري ليش انه ما راح بس انه حراس الكويت لهم يعني يقدرون يحترفون يقدرون يحترفون برا بس ما ادري شنو الاسباب انه ما يحترفون برا يعني تشوف انت في حراس اليوم بالكويت على مستوى يعني خلينا نقول على مستوى عالي انه يحترف خلينا نتكلم في الدوري الخليجي حاليا عندك خالد الرشيدي وسليمان عبد الغفور يعني هذول الاميز مم. كحراس خبره ويقدرون يحترفون برا هذول الحراس اللي يقدرون يحترفون برا شلون شلون اليوم ايضا لما انت كحارس وعندك يعني خلفيه بان مثلا علي الحبسي على سبيل المثال آه حارس الحارس العماني ايضا احترف برا في الدوري الاوروبي لما تشوف نفس نفس هذه نفس هذه المسيره ونفس هذه الانجازات انت اليوم كحارس تتاثر فيها؟ اكيد يعني مو بس على الحبس عندها حتى عندك عصام الحضري يعني هذول الحراس الحضر. الحراس الاثنين اللي يكونوا قدوه لنا صراحه يعني يعني تعبوا في مسيرتهم الرياضيه و... وشوف وين وصلوا. فبالعكس انت يعني انت بالنسبه لك انت ما في شيء صعب. لا لا بالعكس اذا الحارس اذا اثبت وجوده اكيد ممكن انه يوصل اكيد اكيد يوصل لمرحله إحنا ايضا الدوري السعودي يعني منافس يعني في اصبح ياخذ الشو ايضا الشو الاعلامي. صح بس تلاحظ ان الدوري السعودي حتى الحراس مو من السعوديه مو, مو, إيه مو من السعوديه بالضبط فانت تشوفها تقيسها انت بالكويت ما عندك حارس محترف ما شيء ايجابي ان تعطي الحراس اللي عندك بالكويت ان يلعبون بالسعوديه انت الحراس مو ممكن س... ممكن يكون ايضا نقطه سلبيه إنه ان ما في حارس محترف اي انك انت بالعكس انه ممكن يكون احتكاك مع مع المحترفين ايضا يلعب دور كبير بس انت يعني كح... هذه نقطه مهمه بعد بس انت كحارس تحتاج تلعب يعني انت لما الحارس انه ما تلعب مباريات هتفقد حساسيه المرمى فكثر كثر المباريات يطور حارس المرمى طيب ف اذا جبت حارس محترف اتوقع صعب انه ممكن ياخذ الشوم من ال... يمكن ياخذ مو يخ... الشو ياخذ ياخذ, أنا... بساط من الحارس المحلي يعني ممكن المبلغ اللي اندفع له يجبر انه يكون هو اللي يلعب في هذه هال... هذه الامور اللي فانا يفضل ان ما يكون يخلنا يعني خل 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 خلونا كذي <applause> ان البعض يرى بان مطلوب انه يكون في حارس محترف يعني مطلوب انه يكون دائما في الانديه على الاقل حارس اكثر من نادي يكون في عندهم حارس محترف تشوف اليوم ايضا منافسه على في الدوري بشكل عام تقيسه يعني مو كل نادي محتاج حارس محترف يعني اذكر لما بلشوا السعوديه بالحراس المحترفين اذكر نادي الهلال ما كان عندهم حارس محترف كان اذكر أه ويس ومعيوف كانوا مع بعض فما كان في حارس محترف لكن بعدها جابوا بونو من جابوا بونو حارس منتخب السعوديه أويس ما قام يلعب اي صح فقعد وهل ما راح تاثر على مستواه اكيد بس فاد بونو يعني فاد الهلال فاد الهلال بس بشكل بس قاعد اتكلم كمنتخب يعني الاويس ممكن مستواه راح ينزل لانه ما في مباريات كثيره. جميل. طيب انا مستمتع معك هذه اللغة اللقاء كابتن فيصل. ايضا عاطفتك اللي للحراس المحليين وعدم عدم عدم تدخل الحراس المحترفين راح اتكلم معك اكثر اكيد ولكن راح اطلع وياك هذا الفاصل بعدين لنعوده. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم لنعوده خلكم ويانا. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ومرة أخرى راح فيها الكابتن فيصل الجيمي حياك الله كابتن فيصل. الله يحييك. كابتن فيصل احنا وصلنا معك للفقرة الأخيرة في هذا البرنامج. أتكلم بتكلم وياك كابتن فيصل اليوم أيضا الحارس يلعب دور كبير في النادي لذلك تم تمارينه واستعداده للمواجهة تكون مختلفة عن اللاعبين. مثل ما ذكرت أنه يعتبر هو يعني 50% من الفريق. فشلون يستعد اللاعب؟ خلينا نتكلم بالذات تحديدا عنك كابتن فيصل، شلون تستعد للمواجهات؟ أه تبي طيب كتمرين ولا كمثلا كمباراة؟ كتمرين مباركة. وايضا كمباراة كتمرين احنا نتمرن قبل اللاعبين تقريبا نقول بنص ساعة فيكون في تمارين قبلهم وبعدين نكمل مع اللاعبين. فتمرين الحراس يعني يكون شوي مكثف عن يعني اللاعبين أنا يعني مو كل لاعب يقدر يتحمل مثلا تمارين الحراس يعني واحد من الشباب يقول الحراس يدلعون بالتمرين يعني ياخذون لهم تمارين طيبة وين؟ يعني مريحينهم نقولها آه تعال مريحينهم بالتمارين لا والله تمارين لا يعني مكثفه ومركزه مثلا عندك يوم تبني قوه، يوم تبني سرعه، يوم تبني رياكشن في كل يوم لها آه شيء معين. طيب آه يوم المباراه آه كأي لاهب يعني انت تقوم الصبح تاخذ لك فره تشرب قهوه تريق تريح شوي <applause> للغدا بعد الغداء تريح لك مثلا بو ساعه قبل المباراه إيه تقوم تاخذ لك سناك قهوه وتروح المباراه هذا كاي <applause> لاعب يعني. جميل ال 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 انت ككابتن فيصل لك استعداد مثلا استعداد ذهني، استعداد نفسي للمواجهه يعني تكون انت ايضا يكون استعدادك خاص شويه بالذات اذا كانت كبيره خلينا نتكلم القادسيه، <applause> العربي، الكويت. والله شوف يعني مرات هذه الامانه يعني اروح للوالد اقعد معه يعني الوالد اكيد اكيد يعني هو من اكثر الناس اللي استفدت منه يعني يعني توجيهاته انه يعني لا مر مباريات كثيره والحارس منتخب لا مباريات يعني صحيح. اصعب من مباراه مع احترام نادي العدسيه الكويت برا منتخب ايران منتخب مواجهات صعبه مواجهات صعبه فاقعد معه فيعطيني في التوجيهات هذه فبعدها اسمع توجيهاته واروح للمباراه جميل ايضا اتكلم معك كابتن فيصل عن معاناه الدوري الدرجه الاولى yeah. يمكن هذا الدوري في له معاناه اللاعبين ممكن لما ينزل الفريق الى الدرجه الاولى يصبح الفريق يعني اللاعبين ما عندهم اهتمام اكثر بما انه لا يوجد يعني تسليط ضوء اعلامي ما فيها منافسه اكثر يعني خمس أفرغة في الدوري فكلمني عن هذه المعاناه اللي تواجهونها انتم ايضا لما كنتم صاعدين الى الدوري شوف درجة الامانه دوري درجه اولى دوري صعب ودوري ممل لان انت تباري الفريق اربع مرات ف يصير حافظ خطتك حافظ خطتي وانا حافظ حتى وين اللاعب بروح شلون بيرفع شلون بيشوط وثانيا تغطيه اعلاميه مو موجوده يعني عشان تدري يسمونه دوري مظالم دوري مظالم إيه معروف دوري الدرجة الأولى دوري مظالم وصلش دوري مظالم يعني النادي إذا نزل يقول نزل دوري مظالم إيه بدوري مظالم معروف لأن يعني حتى 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 الاهتمام حق يعني المنتخب حتى مدرب المنتخب ما يجي يحضر المباريات مم. فأنت شلون تبي شو تبي شو شلون يكون يكون عندك دافع أوكي تغطية إعلامية ما في على الأقل مدرب المنتخب يكون موجود يكون دافع حق اللاعبين إنه يثبت نفسه حق المدرب إنه يأخذ المنتخب فهذه من الامور الصعبه اللي تواجه دوري الدرجه الاولى. ان عدم سقوط الضوء الاعلامي عليه. يعني. الاعلامي وحمل الاهتمام اكثر للاعبين. اي نعم. زين ممكن ان نزول النادي الى الدرجه الاولى ممكن ايضا يؤدي على اللاعب انه ممكن المستوى ينزل. المستوى ينزل طبيعي لان انت ما قلت لك تباري الفريق اربع مرات ما تباري مثلا الفرق مثل القادسيه الكويت الجماهيريه اللاعبين مستوى عالي. هاي راح تفرق لما تكون انت درجه اولى راح تفرق شنو يحتاج الدوري؟ شوف الدوري يحتاج اتوقع انه يزيدون عن عدد الانديه عدد الانديه لازم يكون على الاقل ثمانيه على الاقل اذا ماكو انديه اذا ماكو انديه اذا ماكو انديه دخل وزارات دخل وزارات اكاديميات سابقا ترى كانت موجوده الفكره هذه وكول. بس ما بس ما ما استمرت ما استمرت يعني كان فكروا فيها ان يدخلون الوزارات او هذا بس ما استمرت تعطي منافسه اكثر اكيد اكيد او في في فكره ان فريق الاولمبي او فريق تحت 21 مال المنتخب انه يشارك او مثلا نادي قادسيه يكون نادي قادسيه اي نادي بي نفس مثلا مدريد كأنه يعني فريق اول فريق ثاني كاستيا يشارك مثلا في دوري دوري في حلول يعني في حلول بس لا تعطي تعطي للدوري شويه يعني اثاره أكيد. تعطي أكيد. شويه يعني منافسه اكثر وهم نقل تلفزيوني هم موجود نقل نهائيا ف... حتى الان مباراه تتويج مع ما احترام ما, ما كان في نقل ما كان في ما كان في نقل فتحتاجون لتسليط ضوء إعلامي تحتاجون الى زياده الافرقه اللي تشارك نعم هذا دائما يكون لها مصب ايضا على اللاعبين اكيد منفعه عامه اكيد <applause> الكل اللاعب يش... اللاعب الكل يشوفه مثلا لاعب زين عندي الدور ممتاز ممكن يأخذ اللاعب الفلاني فهذه الامور اللي محتاجينها في دوري درجه الاولى جميل في صور كابتن فيصل ابي اتكلم وياك عن الصور هذه الموجوده هني الكابتن حسين تيمي الوالد كلمنا عن هذه الصور هذه الصوره هني هذه كانت ابتزاله مع منتخب ايران <applause> اذكر كنا قاعد نحيي الجمهور بعدها كان في قالوا لنا ان المخرج الاعتزال او اللي بص... اللي مسوي الاعتزال قال ان انا اكون اخر لاعب يسجل على الوالد هدف فرحنا هناك وشت عليه بلنتي وسجلت هدف وكانت هذه من ال... ال... الامور اللي ما انساها كان متعمد أن يخليك تسجل هدف؟ والله شيتها من قلب بعدها بعد بعد لان اذكر يعني اذكر المخرج قال لي قال لي مو تفشلنا لازم تقوض والله شيتها عاد راحت الحمد لله فنجر بس بالقوم ايه وراحت <applause> راحت هذه الصورة ايضا تتويج نادي اليرموك في الدوري. اي هذه هذه تتويج موسم اللي فات موسم كان صعب ويعني الحمد لله خلينا الدوري بخسارة واحدة يعني فهذه كانت من الامور الايجابية وهذه الصورة الثانية هذا كان الدوري 2018 هم دوري درجة أولى فخلينا الدوري 2018 و وصعدتوا للدوري اي نعم ايش كانت السهوله انك تاخذ الدوري؟ والله اذا انت بدايتك كانت زينه تكون سهله، يعني مم. احنا الحمد لله العام كانت بدايتنا وايد زينه، يعني كنا متصدرين من من اول جوله. مم. فالحمد لله يعني متصدرين من اول جوله؟ اي يعني من, 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 من اول قسم يعني سوري من اول قسم. من يعني اول قسم ماسكين صداره. ماسكين صداره والحمد لله توفقنا. ايضا من الصور اللي شفتها الكابتن ناصر فالتاوي ايضا. اي نعم. كلمني عن الكابتن ناصر فلتشاوي اشوف ناصر فلتشاوي هو اخوي وزميلي و... يعني حتى بالمعسكر هو اللي يكون معي في الغرفه يعني وانا اسميه سمي نسمي ولد سمي... بقى... الخاله أيه. مسمى ولد الخاله فمن الاشخاص اللي يعني حتى بعد المباريات دائما اتصل علي يعني هو اخوي اخوي له توجيهات تقدر تقول لي في توجيهات في دائما يكون ما بين الاصدقاء في في مثلا يعني هو يقول انا شو رايك فيني بالمباراه انا اقول شرايك فيني بالمباراه فهو من الاشخاص القراب حيل مني هو زميلك معك في نادي اي نعم اي نعم. نعم تقريبا وصلت وياك الى الختام كابتن فيصل يعني استمتعت معك في هذه الحلقه وايضا في هذه المعلومات الجميله لذلك قبل ان اختم معك هذه الحلقه كلمه اخيره حاب تقولها حاب اشكرك حاب اشكر طاقم الفني برنامج قصه انجاز ومشكورين وان شاء الله يكون كنت ضيف خفيف عليكم. شكرا لك كابتن فيصل اتمنى لك ان شاء الله التوفيق في حياتك المهنيه وايضا مع نادي اليرموك ونشوفك ان شاء الله نجم من نجوم منتخب الكويت في الحراسة المرمى شكرا لك شكرا, شكرا. ايضا شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه موعدنا معكم يتجدد ان شاء الله في الحلقات المقبله الى حين ذلك الوقت في امان الله